السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في لون نيت ما ديستما. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فتكلمنا في هذا الموضوع سابقا، لكن ربما الخبر لا يصل إلى الناس لأن القناة عليها ضغط وعليها حجب، وسنبقى نكرر، سنبقى يعني نذكر الناس بهذا الموضوع حتى يصل الخبر إلى كل الناس. تكلمنا في هذا الموضوع أن لا أحد نبي على أحد، لا أحد نبي على أحد، فانتبهوا، ولا أحد وكيل ولا حفيظ على أحد، فانتبهوا، وأن القرآن ليس ملكا لأحد، أن القرآن أنزله الله للناس كافة ولم يخص به فئة دون أخرى. القرآن للناس كافة، ونحن نعيش في عصر العلم والمدرسة والتمدرس، فكل الناس يقرؤون ويكتبون، لسنا في العصر الجاهلية الأولى، كل الناس يقرؤون ويكتبون الآن في عصر العلم. وأن الدين دين الله وليس ملكا لأحد، وأن مفتاح جهنم ليس بيد أحد، ولا مفتاح الجنة ليس بيد أحد، فاحذروا وانتبهوا واستيقظوا، لأن هناك دخلاء، هناك متطفلون، هناك جهلاء بعقلية الجاهلية الأولى هم الآن يتفضلون على الناس، سميناهم الكهنوت، مثل الكهنوت الكنسي في المسيحية. معنى كهنوت، كهنوت هم وسطاء بين الله وعباده، يتوسطون بين الله والعباد ويتكلمون باسم الله، يتكلمون باسم الرب، كهنوت بمعنى الكلمة. هذا الكهنوت، هذا المتطفلين الدخلاء الذين يريدون أن يكونوا أنبياء على الناس، ويريدون أن يكونوا وكلاء على الناس، ويدخلون الناس جهنم ويدخلون الناس الجنة كذلك، فهؤلاء يتكلمون باسم من هم، ومن وكلهم على الأمة، من وكلهم على الأمة، من أعطاهم الحق، المواطن هو الذي أعطاهم الحق. لو كان المواطن يتنكر لهؤلاء ويلعنهم لما وصلوا إلى هذا الحد، حتى أصبحوا يفتون لنا ويدخلوننا النار ويدخلوننا الجنة ويحرمون علينا ويمنعوننا من بعض الأشياء. أصبح لدينا كهنوت، نحن نعيش تحت رحمة هذا الكهنوت الآن، وأبقار كثيرة خرجت الآن، أبقار تشابهت علينا، بقر الكويت وبقر السعودية وبقر مصر، والأبقار اللي عندنا في المغرب، كاين هذا البعير في موريتانيا، كاين أبقار كثيرة خرجت الآن تشابهت علينا. هؤلاء لا يدافعون عن الدين، سيكذبون عليكم، سيضللونكم بأنهم يدافعون عن الدين ويدافعون عن السنة. هؤلاء لا يدافعون إلا عن جيوبهم، هؤلاء جهلاء بعقلية الجاهلية، ويريدون أن يعيش الناس في الظلام وفي الجاهلية. هؤلاء من كلفهم لكي يتفضلوا على الأمة ويفتون لها ويدخلوا لها النار، من كلفهم؟ هذا الكهنوت، هؤلاء الدخلاء، هؤلاء الجهلاء، هؤلاء المتطفلون، هؤلاء عقلية الجاهلية الأولى، يجب أن يتنحوا، يجب أن ينسحبوا من الميدان، يجب أن يتركوا الأمة، يجب أن يستروا جهلهم لأنهم لم يدرسوا، لم يدرسوا، ليس لديهم شواهد، لم يدرسوا. هؤلاء كلهم كانوا فاشلين في المدرسة الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولذلك اختاروا أن يدرسوا الأدب والفقه والشريعة. هؤلاء لم يقدروا على دراسة العلوم الكونية، هؤلاء جهلاء منهزمون فاشلون، هؤلاء لا يقدرون على عملية حساب، عملية ضرب، لا يقدرون على إنجاز عملية ضرب.
هؤلاء لا قيمة لهم في المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع الآن بالعلم بالعلوم، هؤلاء لم يقدروا على دراسة العلوم، لم يقدروا على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، لم يقدروا على دراسة العلوم، فانسحبوا إلى الشعر الجاهلي ليتفضلوا علينا، وأصبحوا هم العلماء، هم الجهلاء وليس العلماء، هم الجهلاء الذين لم يقدروا على دراسة العلوم. فانتبهوا واحذروا هؤلاء، هؤلاء سيكذبون عليكم، سيضللونكم بأنهم يدافعون عن الدين. هؤلاء لا يدافعون عن الدين، هؤلاء يدافعون عن ابن تيمية، هؤلاء يدافعون عن الخرافة والخزعبلات والضلال والباطل والبهتان. حاشا مع الله أن يدافعوا عن الدين، لأن الدين لا يحتاجهم، هذا لا يحتاجهم، هذا يحتاج الدكتورة في الرياضيات والدكتورة في الفيزياء والدكتورة في العلوم الطبيعية والدكتورة في علم الفضاء والدكتورة في علم الحاسوب والدكتورة في علم الاقتصاد والدكتورة في علم الاجتماع. لا يحتاج هؤلاء المنهزمين الفاشلين في دراستهم، كلهم فاشلين في دراستهم، ثم يتفضلون عليكم، يفتون لكم، يدخلونكم جهنم، يدخلونكم النار، يفسرون لكم القرآن، ويأتونكم بخزعبلات الدولة العباسية عن، ثم يسقط فوق أبو هريرة، ها ينطلق من الكوفة عن، ويصل إلى المدينة يسقط فوق أبو هريرة وفوق عبد الله بن عباس وفوق يعني عن، لأن عن ألفوها في الكوفة، ألفوها في الكوفة، في البصرة وفي الكوفة، وبقيت غدا عن، ها تتجول حتى وصلت إلى المدينة، أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فاحذروا هؤلاء الجهلاء، واحذروا هؤلاء الدخلاء، ولا تسمحوا لهم بأن يتفضلوا عليكم، لا تسمحوا لهم بأن يتفضلوا عليكم، لا تضعفوا أمام الكهنوت، أنتم مسؤولون عن هؤلاء الكهنوت، أنتم من سمن هؤلاء الكهنوت، مسؤوليتكم، أنتم سمحتم لهم بأن يتفضلوا عليكم وبأن يدخلوكم النار وبأن يمنعوا عليكم جميع الأشياء، أنتم سمحتم لهؤلاء الكهنوت بأن يتدخل في حياتكم، أن المرأة يغلق عليها بالمفتاح، لا يسمح لها الخروج ولا يسمح لها بالدراسة ولا بالعمل ولا حتى تسوق السيارة. انظروا كم من الوقت ضيعنا وبقينا محنطين ولا أحد يحرك ساكن، حتى في بعض البلدان مسموح للمرأة بأن تأخذ صورة شمسية للجواز، غير مسموح للمرأة بأن تدرس، غير مسموح للمرأة بأن تخرج للعمل، غير مسموح للمرأة بأن تخرج بإذن زوجها. بلدان هذو أعراب، بلدان الأعراب، غير مسموح للمرأة بأن تحصل على رخصة السياقة. انظروا يعني كم بقينا محنطين ولم يتكلم أحد، انظروا كم، يعني أكثر من قرون عشنا محنطين، قرون عشنا محنطين، وضيعوا الأمة وظلموا الناس، ظلموا الناس والله. نساء الآن كان من الممكن أن يكونوا عباقرة الزمان، نساء حرموهم من الدراسة، لعنة الله على الظالمين، حرموا نساء البنيات، حرموهم من المدرسة. إلى وقتنا الآن هناك الآن أطفال لا يدرسون العلوم، يحفظون القرآن ثم يخرجونهم للشارع، يتسكعون في الشوارع، لا يدرسون علوم، كيف سيعيشون هؤلاء؟ سيعيشون بالقرآن؟ الأطفال الذين يحفظونهم القرآن الآن كيف سيعيشون؟ سيعيشون بالقرآن، سيقرأون القرآن ويأخذون المال. هؤلاء راه جريمة ضد البشرية هذه، بأن يحرموا آلاف الأطفال عندنا في المغرب،
عندنا آلاف مؤلفة من الأطفال الآن الذين لا الغير المدرسي الذين يحفظون القرآن الآن في بعض الزوايا وفي بعض المدارس العتيقة يحفظون القرآن فقط ولا يدرسون أي شيء ولا يعلمون أي شيء، ولما يحفظوا القرآن سيكونون كالحمار يحمل أسفارا، لا يعلم شيئا، ما يعرفش حتى يبرك. وهذا هو المشكل الآن اللي صبرنا عليه وسكت الناس عنه، لأن كلما تكلم شخص يكفرونه، يتكلم شخص يكفرونه. أنكم ممكن تتجرأ على أي أحد، لكن أن تتجرأ على ابن تيمية فأنت عدو لدود. أن تتجرأ على ابن تيمية فهي جرأة عظيمة، مكانك جهنم، أنت كافر، أنت ملحد إذا تجرأت على هذا الدابة، هذا البهيمة، هذا مثل ابن تيمية ومثل الألباني، دواب صم بكم عمي، هذا صم بكم، هذه شر الدواب، هذا لا يعلمون شيئا، ومع ذلك أضطروا الأمة وخربوا الأمة وخربوا الدين وأوصلونا إلى ما نحن فيه الآن. لا أدوية، لا أدوية، لا أغذية، لا أسلحة، لا صناعة، لا سيارات، لا ألبسة، لا حتى القلم الذي نكتب به، لأن شيخ الكهنوت هذه الدابة منع الناس من دراسة العلوم الكونية، لأن الله سيسألون عن الدين وليس عن العلوم، ولا زال الناس الآن يدافعون عنه، لا زال الناس يدافعون عنه الآن. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.